من جديد يلجأ النظام الإيراني إلى الساحة العراقية هروبا من مشكلاته الداخلية، متذرعا بأحزاب كردية إيرانية تتخذ من أقليم كردستان مقرا. صباحا جددت قوات الحرس الثوري الإيراني قصفها الصاروخي على مقار حزب كومل الإيراني المعارض في قضاء عربة التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن مع قصف إيراني آخر نفذ بصاروخين استهدفا مقرا الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجاق، فضلا عن ناحية سيتكان في إدارة سوران المستقلة في إربيل. قتلان وثمانية جرحى هي الحصيلة النهائية للهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على ثلاثة مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق. بالتأكيد اتخذنا احتياطاتنا، ومن كانوا موجودين خلال الضربات وأصيبوا من قوات البشمركة كانوا يحرسون المبنى، وأقول لكم إن المواقع المستهدفة هي لعائلات ذوي عناصر البشمركة وليست لمواقع عسكرية. الخارجية العراقية أكدت أن بغداد ستتخذ إجراءات دبلوماسية عالية المستوى ضد الهجمات الإيرانية، منددة بالنهج الإيراني الأحادي العدائي. وزير خارجية العراق قال لنظيره الإيراني إن قصف كردستان تجاوز سافر على سيادة بلادنا، على حد قوله. الخارجية العراقية تدين وبأشد العبارات الشديدة والمكررة ما أقدم عليه الجانب الإيراني من قصف مدفعي وبالطائرات المسيرة على عدد من مناطق إقليم كردستان العراق، والتي أوقعت العديد من المواطنين العراقيين الآمنين بين شهيد وجريح. هذا النهج الأحادي العدائي لن يكون عاملا للدفع بحلول تفضي للاستقرار، وسبقت مواقفنا لتؤشر خطر هذا التجاوز السافر على سيادة العراق وأمن مواطنيه، وما يعكسه من تهديد مستمر سيتسبب بإرباك المنطقة ويرفع مستوى التوتر فيها. وزارة الخارجية العراقية من المؤكد أنها ستتكن إلى الإجراءات الدبلوماسية عالية المستوى في هذا الجانب، غير متوانية عن حفظ وصون سيادة العراق وبما يعزز أمن شعبه. قائد سلاح البر في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد بكبور قال إن بلاده أخبرت الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان في 28 من سبتمبر الماضي بأن الجماعات الداعية إلى تقسيم إيران موجودة في شمال العراق، فإما أن يتم طردها أو نزع أسلحتها أو عزلها في مخيمات. فإيران ترى بصمات هذه الجماعات واضحة، حيث نفذت أعمالا إرهابية داخل إيران انطلاقا من العراق، وشاركت في بعض أعمال الشغب التي شهدتها مناطق شمال غربي إيران.